بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سوف نتعرف في هذا الفيديو لو جروب نومينال سوجي أو ما يقصد به جي إن إس، وهي باختصار جي هي جروب، إن هي نومينال، و إس هي سوجي، ونتعرف على لو جروب فيربال ويختصر ب جي في أي جروب فيربال. نعلم على أن في اللغة الفرنسية لفخاز أو الجملة تتكون من عنصرين، وهما لو جروب نومينال سوجي و لو جروب فيربال. أول عنصر سوف نتعرف عليه هو لو جروب نومينال سوجي أو جي إن إس. Il joue le rôle de sujet. هنا le groupe nominal sujet يلعب دور الفاعل. C'est celui qui fait l'action. هنا هو الذي يقوم بالفعل. نعلم على أن في اللغة العربية الذي يقوم بالفعل نسميه الفاعل، كذلك في اللغة الفرنسية يسمى le sujet أو le groupe nominal sujet. نعطي أمثلة على هذا، نقول La maman prépare du pain. هنا الأم تحضر الخبز. هنا الأم هو اسم معرف وبعده يأتي le verbe وتتمت الجملة. إذن le groupe nominal sujet هو هذه الكلمة باللون الأزرق المسطر عليها. كذلك ننتقل إلى الجملة الثانية، أحمد va à l'école. هنا Le verbe aller صرفناه إلى الحاضر، نقول va. والفاعل هنا أو le groupe nominal sujet هو أحمد. كذلك نقول nous écoutons le Coran أو نحن نستمع إلى القرآن. هنا nous هو الضمير الذي يدل على الفاعل ويأتي بعده الفعل وتتمت الجملة. إذن Le groupe nominal sujet يمكن أن يكون اسما معرفا أو يكون اسم علم كما في المثال هنا أحمد، أو اسم مدينة أو اسم مأثر تاريخي إلى آخره، أو يمكن أن يكون ضميرا مثلا جو أو تي أو إيل إلى آخر الضمائر. ننتقل إلى العنصر الثاني وهو le groupe verbal أو ما يصطلح به جي في. Il contient le verbe et les mots qui le complètent. هنا يحتوي هذا le groupe verbal على le verbe أو الفاعل والكلمات التي تتممه أو تتمت الجملة. نقول La maman prépare du pain. هنا prépare هو le verbe préparer وبقية الجملة. إذن هذا كله أو ما سطرت عليه هو le groupe verbal أو ما يسمى بمجموعة الفعل. هنا la maman كما سبق وأشرت هو le groupe nominal sujet أو الفاعل. ننتقل إلى الجملة الثانية كذلك، أحمد va à l'école. هنا نحدد الفعل أو le verbe وهو le verbe aller au présent، وبقية الجملة هي à l'école. إذن هذه أو هذا الطرف هنا هو le groupe verbal وهو الفعل زائد باقي الكلمات التي تتمم الفعل أو باقي الجملة. كذلك نقول nous écoutons le Coran أو نحن نستمع إلى القرآن. كذلك هنا le verbe écouter مصرف إلى الضمير نو وبقية الجملة، وهذا كله يسمى le groupe verbal، وباقي الكلمات باللون الأزرق كما سبق وأشرت هما أو هم أو هن le groupe nominal sujet. إذن هذه كلها هي لفخاز في أو الجملة في اللغة الفرنسية. شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.